سائل الحياة، وهو من يحمل الأكسجين إلى جسمنا ويخلصنا من ثاني أكسيد الكربون، وهو سائل أو هو سائل النمو المحمل بالمواد الغذائية التي يتزود أو تتزود بها سائر أجزاء الجسد. ولكل شخص منذ بداية ولادته فصيلة دم خاصة به يرثها جينيا من والديه، ولحامل كل فصيلة غذاء مناسب له. وفصائل الدم هي A و B و O و AB. في هذه الحلقة بإذن الله سوف نتحدث عن فصيلة الدم O و A. هذه الفصيلة يعني فصيلة O ظهرت منذ بداية الحياة البشرية وتتوافق مع العادات الغذائية للإنسان القديم الأول أو البدائي الذي كان يقوم باصطياد الحيوانات، ولذا يتوجب على حامل فئة الدم O هذه الإكثار من المأكولات الغنية بالدهنيات والفقيرة بالكربوهيدرات والسكريات مثل اللحوم التي تعد أو بالنسبة لهم وقود. ولكن من جهة أخرى الإفراط في تناول اللحوم اليوم والتي تحتوي على نسبة عالية من الهرمونات والمضادات الحيوية والدهون قد يشكل خطرا على الصحة وقد يرفع نسبة الكوليسترول. لذا وبحسب نصيحة أخصائي التغذية، وطبعا أنتم على رأسهم فضيلة الدكتور، عليهم بتناول لحوم قليلة الدسم وغير معالجة بالهرمونات والمضادات الحيوية مثل لحوم الطيور والأسماك. وأصحاب هذه الفصيلة يعني فصيلة أو أجسامهم قوية ويتمتعون بجهاز هضمي قوي ويعملوا بدون مشاكل وجهاز مناعة متين، وعملية التمثيل الغذائي لديهم قوية ومتوازنة، وأجسامهم لا تتأثر بالضغوطات النفسية والتوتر بل تبقى قوية ونشطة، لكنهم لا يتأقلمون بسرعة مع تغيير البيئة والغذاء. أما فصيلة الدم A فيتوافق أصحاب هذه الفصيلة جيدا مع التغييرات المناخية والبيئية والغذائية الطارئة، ومواطن الضعف أيضا لديهم هي الجهاز الهضمي حساس، ولديهم ميل إلى تجميع المواد المخاطية في القنوات الهضمية، والجهاز المناعي عندهم ضعيف ويتعرض لهجوم الكثير من الميكرونات والطفيليات، والمخاطر الطبية التي يتعرضون لها هي أمراض تتعلق بالشرايين القلبية يعني ارتفاع الكوليسترول، والأمراض السرطانية وفقر الدم واضطراب وظائف الكبد والمرارة، كما يصابون بالتهاب الروماتيزم والسكري من النوع الأول أي المعتمد على الأنسولين. أما الغذاء المناسب طبعا لهذه الفصيلة فصيلة A، الأغذية الغنية بالسكريات والفقيرة بالدهون مثل الخضروات والأسماك والحبوب والبقوليات والفاكهة، والتمارين الرياضية الملائمة لهم هي الرياضات الخفيفة كالاسترخاء والمشي والسباحة واليوغا والتأمل. طبعا هذه الفصيلة يا دكتور يمكن أن نعتبرها نباتية ليس كذلك؟ فضيلة الدكتور الجليل محمد الفيد، أسئلة كثيرة لأن الموضوع دقيق ومتشعب، فسؤالي الأول عريض، كيف يمكن أن نتعرف على فصائل الدم وما دورها؟ طبعا هناك أيضا أسئلة لفصيلة O أو فصيلة A، ما هي الأمراض التي يتعرض لها الأشخاص يعني من فصيلة O أو A، وما هي الأطعمة المفضلة لدى أصحاب هذه الفصيلة فصيلة يعني O و A، وما هي الأطعمة المحظورة عليهم؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبيعة البشر، هذه الأشياء تدخل في طبيعة البشر، وأن هذه طبيعة البشر هي مختلفة جدا، فنجد يدخل فيها اللون، يدخل فيها السلوك، يدخل فيها الفاصل الدموي، يدخل فيها القامة، يدخل فيها أشياء كثيرة، يعني لأن الله سبحانه وتعالى جعل هذا البشر يتكيف مع المنطقة التي يعيش فيها. ولما يعني هبط سيدنا آدم عليه السلام إلى الأرض فبدأ يعني بمنطقة حول جبل طور ومنطقة شبه جزيرة العرب،
إن أن هناك حضارة كذلك من حبشة يعني إثيوبيا الآن، وهي هذه المنطقة منطقة النيل أو مصر حاليا. هذه المنطقة كثير من الدراسات الأنثروبولوجية هي الآن بينت على أن الإنسان الحضارة بدأت هناك، وكذلك حضارة عاد وتمود. أن بعض الدراسات الجيولوجية يعني الآن عثروا على الجبال التي يعني خسف الله بها، يعني التي أهلك الله بها سبحانه وتعالى يعني في يعني. والقرآن يعني هو سرد حقيقي ومطلق، يعني القصص الأنبيائية يعني لا يمكن أن نقارنها مع القصصات الأخرى. فالقرآن لما يقص شيء فهو حقيقة الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الكون، فالسد الذي أقامه ذو القرن يعني الآن عثر العلماء عليه، وكذلك جعلنا عاليها سافلها. فهناك أنواع من الجبال الآن عثروا عليها بأن هذه الجبال مقلوبة، يعني هذه القاعدة الفوق والقمة يعني التحت. وهذا العلماء الجيولوجيا هم ليسوا مسلمين، ولكن يعني تعجبوا، أرادوا أن يفسروا هذا الحديث، حتى رجعوا إلى القرآن وجدوا بأن الله سبحانه وتعالى أهلك هذه الأقوام. هذه أشياء ثابتة، وطبيعة البشر تتعلق بطبيعة المنطقة التي يعيش فيها، وبالطقس وبالجو وبالمغناطيس، قوة المغناطيس وقوة الذوق الجو والحرارة الخارجية وما إلى ذلك. نجد أن مثلا السود يعيشون في منطقة حارة، ثم أن الإنسان الأبيض ويعيش مثلا في القطب الشمالي وعلى يعني فوق خط استواء، يعني الدول الاسكندنافية مثلا وكندا وما إلى ذلك. هذه نجد لون أبيض والقامة طويلة وعين زرقاء. ثم أن عضلة العين كذلك فيها خلل عند سكان آسيا، مثلا الصين وكوريا عندهم هذه العين ما كيشوفوش بعيد، لا يرون بعيد، يرون يلا مترين. ولكن العرب على الخصوص هم يرون أكثر من 10 كيلومترات يعني مستوية. لا شيء أن عضلة العين هي عضلة مرنة، وكتشوف العيون ديال هذوك الصينيين واليابانيين العين ديالهم عندهم ديك العضلة مشدودة، العين ما كتشوفش بعيد، وعند ذاك العين كتبان لك مضخمة يعني. نعم هذه كلها أشياء يعني تدخل في هذه، ويجب أن ننتبه إليها، ويجب أن نأخذها في الحسبان فيما يخص الأمراض وفيما يخص حياة الناس، وحتى على مستوى الإدارة والسياسة. هذه أشياء أنا سنجد أن طبيعة الفصل الدموي أو مثلا هو أقدم الفواصل الدموية. لماذا أو أبي هذه الأربعة الفواصل هما لماذا؟ لأن التحليل الدموي كيف عثروا عليه، وجدوا أن فصل دموي أو هو يعني صفر باللغة الإنجليزية أو. وكذلك بعض الكتابات نجد أنها تعني أولد، يعني الإنسان القديم باللغة الأنجلو ساكسونية. أو ليس لديه أنتيجينات، ليس لديه أنتيجينات على المولدات، يعني على على الخلايا الدم الحمراء ديزيماسي، ليس هناك مولدات، يعني هو اللي كنسميه حنا يعني الفاصل الدموي الصلع، ما فيش، ما عندوش أنتيجينات، ما عندوش حسد، ما عندوش أي شيء. حتى الدم هو يعطي لجميع الفواصل الدموية، هو يظهر ظاهرا يظهر قوي، يعني يظهر قوي وعبقري جدا، ولكن داخليا وعاطفي جدا، عاطفي جدا يعني ممكن. نعم هو لا يمكن أن يكسب بالقوة بالسلاسل، لا يمكن، من المستحيل أن يكسب الفصل الدموي أو بالسلاسل، لكنه يكسب بالعاطفة. يعني هذا يعني يسجن ويعني بالعاطفه، هذه نقطه الضعف. نعم وهي يعني الطبع اللي كان عند سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. انه كان قوي وشديد وطويل، ولكن كان عاطفيا جدا. كان انه لما يرى الطفل يبكي كان يبكي رضي الله عنه. هذا الفصل الدموي او هو اللي كان تقريبا يمثل نسبه ثلثي او اربعه اخماس سكان الارض. لان كان عند الانسان الاسود والانسان العربي. كان عندهم فاصل دموي أو تقريبا أكثر من 95%. هذا الفاصل الدموي هو فاصل شبه جزيرة العرب وفاصل بلاد الحبشة والسودان، والمنطقة التي تكلمت عليها هي علين، هي التي بدأت فيها يعني الحضارة تنمو. ثم هذا الفاصل هو أول فواصل ليس له أنتيجينات. يعني سنرى أن بعد تكيفه مع المناخ ومع تحوله وتنقله ومع الأشياء التي ستعترضه في الطبيعة، ستظهر أنتيجينات على الفاصل الدموي أو المحل الفصل الدموي وعنده خلايا الحمراء ليس فوقها أنتيجينات، هي صلعاء. ثم عنده سكر الفيكوز، هذا السكر الفيكوز هو اللي عنده سكر الفيكوز موجود في الطحالب البحرية. وسنقف عند الطحالب البحرية، هي لا تعالج الفواصل الدموية الأخرى، تعالج فصل دموي فقط. يعني هذاك طحلب الفيكوز هو يعالج الغدة الدرقية عند الفصل الدموي فقط، وهو يعالج الغدة الدرقية عند الفصل الدموي إذا عرفوا الناس كيفاش يستعملوه. ثم الفصل الدموي هذوك الخلايا الحمراء كتزاد عليهم الأسيتيل جالاكتوزامين، مكون هذا المولد يعني هذا الانتيجان الأسيتيل جالاكتوزامين. ثم الفاصل بي غدا تكون دي جالاكتوز زايدة،
ثم الآبي غادي يكون معقد أكثر، غادي يكون عنده الفيكوز والأسيتيل جالاكتوزامين والدي جالاكتوز في نفس الوقت. يعني الآبي هو معقد جدا، يعني على أنه هو آخر الفواصل الدموية التي ظهرت، لأن الدراسات الأنتروبولوجية حتى في قبور الفراعنة والقبور القديمة لم يعثر العلماء على الفواصل الدموية إلا الأو، عثروا على الفاصل الدموي فقط، لم يعثروا على الفواصل الأخرى. نلاحظ على أن الآن المغرب العربي، المغرب العربي وهنا بحكمه إفريقي وعربي، والفاصل الدموي أو يمثل أكثر من 78%. المغرب تضرر شوية، علاش متي تضرر؟ يعني وقع فيه اختلاط لما رجع يعني المسلمون ديال الأندلس عرب معقل، لما رجع الناس من الأندلس من إسبانيا، يعني لما سقطت الأندلس ورجع هاد السكان، هما اللي جعلوا هاد الفاصل الدموي بي أو أبي يطلعوا شوية، النسبة ديالهم طلع شوية في المغرب. ولذلك المغرب والجزائر فيهم شوية أبي بالمقارنة مع الدول العربية الأخرى، يعني ماشي واصل، ما وصلش الجوج ونصف المية اللي كاينة في أمريكا الشمالية واللي كاينة في الدول الاسكندنافية، ولكن فيه واحد النسبة أكثر من الدول العربية الأخرى. ولكن كيبقى الفاصل الدموي أو في المغرب، خصوص سكان الأطلس يعني بحال الأمازيغ عندهم فاصل دموي أو. فهذه مهمة جدا، علاش؟ لأن عندنا انعكاس. لماذا أنا أتكلم؟ يعني أنا عندي تخصص علم التغذية. لماذا؟ لأن فاصل دموي أو يتأثر بهذه التغذية، وإذا لم يحترم هذه التغذية سيسقط في أمراض بسهولة، يعني كل الناس غاديين ولكن بسهولة. يعني نلاحظ أن الفاصل الدموي أو هو فاصل الإنسان البدائي الصياد الذي كان يعيش في الطبيعة، الذي كان يسارع الحيوانات، الذي كانت عنده عضلات مفتولة وجيدة وعضلات يعني قوية جدا، وأنه لا يخشى المخاطر، وأنه إنسان مغامر حتى على السلوك، يعني على المستوى. علاش؟ لأن كلما كان النظام الغذائي لاحم كلما كان السلوك عنيف وقوي. أيوة. وهو السلوك الذي كان يحتاجه هذا الإنسان. أيوة. يعني طبعا لما يجد نفسه أمام سبع أو 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 أو, أو حيوان يعني مفترس أو نمر أو يعني يجب أن يدافع عن نفسه، وكان يدافع عن نفسه بنفس الطريقة اللي كانت عند السبع واللي عند نمر، يعني تقريبا شديدات العضلات. وكان فهذا الان في عصرنا الحاضر نجد ان الفاصل الدموي او هو كنسميه الفاصل الحاسم، ديسيسيف، فاصل حاسم يريد ان تقضى حاجته بالفور حالا. الى الفاصل الدموي او قلت له ارجع الغداء ولا ارجع الاسبوع المقبل، ينزعج ويتوتر وربما يصيح ويسب ويشتم. الفاصل الدموي او كيبغي الحاجه ديالو تقضى في الحال، علاش؟ لانه هو انسان كما قلت ديسيسيف، هو انسان يعني حاسم ولا يحب التلاعب ولا شيء. الفواصل الاخرى ربما تقبل التلاعب بحال البي والابي، وداك الشيء ما عادش مشكل، هذيك يعني لينه، يعني فواصل لين. لكن الفواصل والفاصل الدموي او لا يعرف النفاق ولا يعرف الخدعة. نعم. الفاصل الدموي لا يعرف النفاق ولا يعرف الخدعة، هو فاصل صادق مع نفسه. حتى أن يعني كنشوفوا بعض الشخصيات كانت عندهم فاصل دموي أو كنقولوا بأن هذه هي الفاصل الدموي أو تيب، يعني نموذج ديال هذا، رغم أن كان شخصيات اللي كانت خلعت العالم ومع ذلك ما عندهاش فاصل دموي أو، كان عندها قامت بحروب وقامت بتقتيل في عبر التاريخ، ولكن الفاصل الدموي كان عنده غريب جدا، غريب. بمعنى انا بمعنى ان هذا الفاصل الدموي اللي غنوصلوا عليه هو فاصل غادي يكون عكس فاصل الدموي او تماما فيما يخص التغذيه. فيما يخص التغذيه، اما الاشياء الاخرى فهو مشترك، فهو يبقى انسان. الفاصل الدموي او فاصل لاحم لا يحتاج الى هضمات، عنده معده قويه، عنده غده درقيه ضعيفه. عجيب. باش نلخصوا للناس باش يفهم. عنده غدة درقية ضعيفة جدا، وعنده معدة قوية، عنده معدة قوية جدا، حديد يعني هذا فولاذ، يعني لا يحتاج هضمات ولا يحتاج يعني سلطات ولا يحتاج هذه المسائل اللي كنقدموها قبل الأكل ولا شيء. هو فاصل اللحوم، ولكن لحوم طبيعية باش نكونوا واضحين. هو لا يقدر على لحوم الهرمونات ولحوم المضادات الحيوية، من المستحيل يعني بمجرد ما يتناول لحوم منتوجة بطريقة الهرمونات أو بطريقة حديثة فهو يصاب بجميع الأمراض. فاصل دموي هو فاصل طبيعة، يعني يريد يحب الفضاء الواسع ويحب الحركة ويحب أن يقضي حاجته بنفسه، يعني ما تبغيش يسخر الناس لأوه. لأوه تيتسخر هو، ولكنش كنشوفوا دابا بعض النساء اللي عندهم الأو، يعني لا كتجي من العمل وكتمشي طيب الطياب ديالها وما كتبغيش حتى ديك نتاع الماء اللي عندها، ما تبغيش تقول لها جيبي، كتمشي هي تجيب الحاجه ديالها. الأو ما تبغيش من اللي تسخر ليه. هذا هو ليس فاصل الاوامر، يعني هو فاصل يعمل بقوته وبعضلاته وكذلك يعني بجهازه العصبي كذلك عنده، وذكي او يعني يعمل بالاثنين هذا. ولا يتاثر يعني من الناحيه النفسيه، الأو الا تقلق لا يعمل،
إذا توتر لا يعمل أبداً. وإذا توتر يجب أن تتركه على حاله، أن تتركه يعني دقيقتين أربعة أو خمسة، علاش؟ لأن حتى يرجع إلى حالته. نعم، عامل الأدرينالين عند الأو ما كيتعطلش، كيكون بتركيز قوي أكثر من الأو البي أخرين، وكيكون عنده الأدرينالين كتير ولكن ما كيتعطلش، يعني كيتحلل بسرعة، ولذلك كنشوفوا الأو واخا يتقلق كيرجع بسرعة، كيرجع بسرعة. ولذلك يجب أن، لماذا يجب أن نعرف هذه الأشياء كي نتفادى بعض المشاكل التي تقع من جراء أشياء بسيطة وتافهة جدا. يعني غير الشخص اللي سكت، لكان مع مثلا زميل عنده فاصل دموي أو تقلق، غير يسكت، غير لا يقول شيء لمدة دقيقتين ثم يقول له اسمح لي، يعني عفوا رانا يعني أخطأت ولا شيء. أما إذا أراد أن يتشاجر معه فلن يسكت الأول، أو ما يسكتش، يقدر يبقى مقلق ساعتين. هنا فين كاين المجوى. لذلك في اليابان، نعطيك مثلا، في اليابان مثلا وصلت بعض الإدارات في اليابان أنها لا تشغل فصيل دموي أو عجيب. وأن نعم، أن عند ريكروتمون في التشغيل ديال الناس تطلبوا الفصيل الدموي، الفصيل الدموي كيطلبوا، كيشوفوا إذا كان أو كيعرفوه لاش يصلح، ولا كان كيعرفوه لاش يصلح. هذا جيد. نعم لان يعني هذا تنظيم، لاش لان غادي نخدم. هما مشاو بعيد، اليابانيين مشاو بعيد في الاطار، ودابا بداو كيتاثروا منهم، حتى بعد ماشي كلشي، يعني بعض الادارات الامريكيه بداو كيتاثروا من هذا المنهج ديال اليابانيين. ولان علاش؟ لان اللي عمل هذه الفواصل هو دادامو، واحد هذا دادامو هو ماشي اصل امريكي، ولكن دادامو الابن، هما الاول، دادامو الاول كان عشاب، ولكن دادامو الابن طبيب، وهو استفد من الخبره ديال بوه هذا يعني، وهو اللي وضع هذه الأنظمة، ولكن عليا وضع الأنظمة في المنطقة اللي كيعيش فيها، فهمتي؟ حنا وضعنا الأنظمة الغذائية للفواصل الدموية للمنطقة ديالنا، المغرب العربي، منطقة المغرب العربي، وجدنا كاين واحد الاختلاف طفيف في أنواع الأسماك وفي أنواع الحبوب، وكذلك بالنسبة لدول آسيا، ولكن في المغرب عليا ما عندناش مشكل. والغريب أن في المغرب الفصيل الدموي ما يقدرش على القمح، خصو شعير وخصو خرطال، والخرطال ليس فيه ليكتينات، لان الليكتينات هي اللي تسبب مشكل على الفواصل الدمويه. ولكن دكتور انا لقطعتك، كنعرف بزاف ديال الناس حاملين ل يعني فصيله الدم او تياكلوا. نعم غادي نرجعوا، علاش؟ لان خاص الفصيل الدموي او باش يكون او في 100%، خاص الطفل ملي يزداد خاصو ياخذ النظام ديال الاو. اما يجي واحد عندي عنده 40 عام يقول لي انا او، لا. الا بغى يرجع تدريجيا، وكيحتاج 6 سنوات باش يرجع او يعني نقي، يعني او 100%. اما باش يبدا في اسبوعين يقول لك انا غندى ناكل على الحمله، لا، هذا خطا. لان علاش؟ لانه تكيف لمده 40 سنه، ويجب ان يعيد تكيفه في 6 او اكثر سنوات، لان ماشي سهل. علاش؟ لان الخلايا اللي دخلوا البرمجه والهرمونات تعودت على هذه الاشياء اللي كنسموها حنا الادابتاسيون، وهذا التعود هو كيأثر تقريبا ب 40%، ماشي سهل، يعني كيأثر كثير. فاذا كان هذا الشخص 100% مثلا لحم، فالتكيف ديالو غادي يردو 50% ولا 60% لحم، بمعنى ان غادي يبدا ياكل نبات، ما غاديش ياكل لحم 100%. ولذلك الناس ما يسمعوش هذا الحديث ويقول لك انا بي غنبدا ندير. نعم يبدا، ولكن يبدا بشويه، يبقى على نمط العيش اللي اعتادوا، ويبدا شيئا فشيئا الاشياء، ويرد البال الاشياء التي تزعجه. هذا هو القوي في هذا العرض. هذا الناس اللي كيتزعجهم مثلا طماطم، ولا كتزعجهم البطاطس، ولا كتزعجهم الرز، ولا الحليب، ولا الاجبان، اي شخص كتزعجه شي حاجه يمشي يتاكد من الفصيل ديالو، يعرف بان هذيك الحاجه خصو يحيدها، ما بقاش خصو. علاش؟ لان كاين الليكتينات، وهاد الليكتينات كتدير واحد التلازن على مستوى الدم، وهذا التلازن هو اللي كيعطي امراض، هو اللي كيسبب انزعاجات داخليه. فصيل دموي او عنده معده قويه، هو لاحم ولا يحتاج هضمات، ولكن عنده غده درقيه ضعيفه. عجيب. نعم عنده غده درقيه ضعيفه، ويصاب بتضخم الغده الدرقيه بسهوله، ولذلك خص هذا الفصيل هذا ما خصهمش يكثروا من بعض الزيوت، لان الفصيل الدموي او لا يتحمل الزيوت الصناعيه، هو زيت الزيتون وزيت الكتان فقط. زيت الزيتون وزيت الكتان، الزيوت الاخرى لا يتحملها. هو ياكل سمك، ويأكل دجاج بري، دجاج بلدي، ويأكل صيد بحال طائر الحبش، بحال الحجل، وبحال الأرانب، يأكل صيد جيد، ويأكل لحم مشوي. نعم. يعني لحم مشوي، إلى لحم طاب، هذيك الزيوت المائدة كيضر الفصيل الدموي. إذا كانت لحوم صناعية، إذا كانت لحوم منتوجة بالتقنيات السريعة أو التقنيات الحديثة، كتضر الفصيل الدموي. الفصيل الدموي او يحب لحوم الغنم، لحوم الغنم، وياكل الفصيل الدموي او ما عندوش مشكل مع تخثر الدم، الدم ديال الفصيل الدموي او ديما جاري. ولكن كون الان هذا الفصيل الدموي ما بقاش كيحترم النظام ديالو،
لذلك نجد مثلا ارتفاع الضغط عند بعض الناس عندهم فصيل دموي ومستحيل بالأمراض. نعم. لا نحن في علم التغذية كنقولوا من المستحيل فصيل دموي يكون عنده ارتفاع الضغط، لأن الشرايين ديالو إلاستيك مرنة جدا، وعنده دورة دموية قوية، وعنده دقات القلب جيدين، وعنده ما عندوش مشكل على مستوى الكوليسترول، هو كيحرق الكوليسترول. الكوليسترول لا يؤثر فصيل دموي أو بشرط أن يتحرك. نعم. فاصل دموي او الى شي شخص عنده الاب ديالو ولا الام ديالو كبيره في السن وعند الفاصل الدموي او كانت في الباديه، لا جابها للمدينه اقتلها، لا جابها للمدينه صافي غادي صحتها تمشي، خاصها تبقى في الباديه وخاصها تبقى تخدم. لا كانت جبد الماء من البير تبقى تجبد الماء من البير، لا كانت تمشي مع الحيوان تمشي معاه، لا كانت كتفلح تبقى تفلح، الا كانت كتحرك خاصها تبقى تحرك. فاصل دموي او لا يحب التمدن سيدونتاريزاسيون، ما كيبغيش المدينه. نعم. فاصل دموي او كيبغي الفضاء الواسع، كيبغي الباديه. نعم. هاد المشاكل اللي حاصلة لنا الآن في المدينة غادي نعرفوا الناس السبب ديالها، لماذا عندنا كوليسترول وعندنا شحوم وسمنة وعندنا البطن خارج